فما توقيع في نزل أفريقيا، توقيع اتفاقية ما بين المركز الوطني للسينما والصورة والسينماتيك اللي هو إداريا معناتها السينماتيك مرتبطة بالإدارة في وسط المركز. وقعنا اتفاقية شراكة مع المكتبة الوطنية اللي هي وقتها تعهدوا باش يوضعوا على ذمة السينماتيك جزء من الطابق الثامن لأرشفة الأفلام، وباش نحافظوا على ذاكرة السينما التونسية. اليوم نرجعوا بعد عامين في جي سي سي، أنا نقول فيها بكل فخر وباعتزاز، وخاصة معناتها اليوم نحيي برشا برشا الخدمة والمثابرة متاع هشام بن عمار والفريق اللي داير به. دونك بعد عامين تم افتتاح المكتبة السينمائية في مدينة الثقافة، ونعاود نأكد اللي المكتبة هذية والبرمجة متاعها حاجة معناتها مهمة ياسر، ومن أحسن البرامج الموجودة على مستوى القارة الإفريقية والعالم. مش سينماتيك قاعدة تخدم كيما سينماتيك في أوروبا معناتها، وزيت معناتها قعدنا نخدمه بشوية بشوية. بدينا في ترميم اللي موجود، اللي هو موجود كان موجود في الطابق السفلي متاع المكتبة الوطنية، وبدينا في أحداث تأثيث هالطابق الثامن، وصارت يا يود تخدمه معناتها متاع البوبين اللي لقاوهم وفرزهم وتنظيمهم، وتوا زادا نستناو في لي بوبينون بلاستيك باش يجيو باش نبدلوهم، والخدمه باش تقعد تتواصل بشوي بشوي. ان شاء الله عام الجايات تشوفوا حاجه اخرى. هذايا كيما تقول انت قاعدين ناسوا ونكونوا في فريق، وفريق تونسي وفريق شاب وفريق يمن بقيمه الذاكره ويمن بقيمه الارشيف السينمائي. ونعاود هوني نأكد ونحير وهذه خدمة فريق كبير، أطروا سي هشام بن عمار ومن خيرة شباب تونس زادا صاحبي كريم اللي هو يخدم في بلجيكا، وجاي مدة 6 شهور توا ولا أكثر متفرغ للعملية هذية. والحقيقة هذو من الحاجات المهمين، هذه من مواعيد أيام قطار السينمائية خير من أن نحكيو على التابيرو شكون طلع وشكون ما طلعش. هاو الرسمي، هذه هي أيام قرطاج السينمائية، وهذا هو اللي ينفع صناعة السينما التونسية وينفع ذاكرة بتاع السينما التونسية.